مساء الخير مشاهدينا. البداية محليا، حيث طوى المنتخب الوطني لكرة القدم صفحة الخسارة أمام نظيره العراقي بهدف نظيف افتتاح المشوار في بطولة غرب آسيا السابعة والمقامة في الكويت حتى 20 من الشهر الجاري. ويواصل المنتخب الوطني التدريبات اليومية للبقاء في الجاهزية التامة وانتظار مواجهة المنتخبين العراقي والسوري يوم غد ضمن المجموعة الثالثة قبل أن يختتم مشوار الدور الأول الأحد المقبل بلقاء سوريا. وحملت ردود الأفعال في الكويت العديد من الآراء، كان الأبرز منها المديح الكبير لأداء المنتخب بغض النظر عن النتيجة التي أدخلت النشامة في حسابات الانتظار. أصبحت فرصة فريق الوحدات قوية في الظهور مجددا في النسخة المقبلة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدما أعلن نادي الوحدة السوري الانسحاب من البطولة. وكان نادي الوحدات ووفقا لتصريح مجلس إدارة النادي في وقت سابق قد تقدم بطلب رسمي عبر الاتحاد الأردني الذي بدوره خاطب الاتحاد الآسيوي برغبة الوحدات بالمشاركة. وكان فريق الوحدات قد خرج من حسبة المشاركين في كأس الاتحاد الآسيوي للنسخة السابقة بعدما حل ثالثا ببطولة الدوري الأردني في الموسم الماضي، حيث سيمثل الكرة الأردنية الفيصلي بطل الدوري والوصيف الرمثة. تفوق فريق العلوم التطبيقية على الوحدات بنتيجة كبيرة جدا وصلت ل 100 نقطتين مقابل 68 نقطة ضمن مباريات المرحلة الثانية بدوري كرة السلة للشباب. وامتد لاعبو التطبيقية مبكرا نحو سلة الوحدات غير المحمية وبدون تماسك دفاعي للأخضر ليتقدم بأكثر من نقطة وب 25 نقطة لثمان نقاط. وفي الفترة الثانية لم يحدث أي تغيير على مجريات الأحداث سوى بعض التبديلات هنا وهناك لينتهي الشوط ب 54 نقطة ل21. واستمر توهان لاعبي الوحدات والهجمات الخاطفة للتطبيقية في الفترة الثالثة والرابعة لتنتهي المباراة بهذه النتيجة الكبيرة. وفي دوري كرة السلة النسوية فكانت الإثارة حاضرة عندما تمكن المقاولون من مفاجأة الأرثوذكسي بفوز صعب ب 61 نقطة ل59. الندية كانت حاضرة منذ البداية والإثارة كانت موجودة بين الفريقين نقطة بنقطة حتى انتصاف اللقاء مع تقدم بسيط للأرثوذكسي. ومع بداية الربع الثالث امتد المقاولون نحو السلة وتقدم بعدة نقاط، إلا أن خبرة الأرثوذكسي كانت كفيلة بالعودة للأجواء حتى آخر الثواني من عمر اللقاء الذي شهد سلة مفاجئة من المقاولين كانت كفيلة بحسم نتيجة اللقاء لصالحه. أنهى فريق كورنثيانز أحلام وأمال نجوم الأهلي في مواصلة التقدم نحو اللقب العالمي بعد فوزه عليه بهدف نظيف، وذلك ضمن مبارتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية باليابان. وبهذه النتيجة يواجه كورنثيانز الفائز من لقاء الغد بين تشيلسي الإنجليزي ومونتيري المكسيكي في المباراة النهائية لتحديد الفائز باللقب، بينما يلتقي الأهلي بالخاسر لتحقيق صاحب المركز الثالث. وعود لأجواء اللقاء، حيث سيطر الفريق البرازيلي على مجريات الشوط الأول وتمكن من تسجيل الهدف الوحيد عن طريق تشيريريو في الدقيقة 30. أما الشوط الثاني فظهر الأهلي المصري بأجمل الصور وسيطر على مجريات اللقاء دون أن يفلح بالتعديل. ونبقى في أجواء كأس العالم للأندية، حيث احتل فريق هيروشيما الياباني المركز الخامس في البطولة بعد فوزه على أولسان الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لهدفين. وافتتح أولسان التسجيل عن طريق المدافع ميزو موتو بالخطأ في مرماه، إلا أن الفريق الياباني كان له رأي آخر وامتد بثقة نحو إحراز التعادل عن طريق ياما جيتي. وسجل نجم اللقاء هيساتو ساتو هدف التقدم لهيروشيما، ثم عاد نفس اللاعب وأضاف هدف التأكيد في الدقيقة 72 قبل أن يقلص يونغ الفارق لأولسان، لكنه لم يكن كفيل لإدراك التعادل.
جدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني معارضة استخدام تكنولوجيا خط المرمى التي تم اللجوء إليها في بطولة العالم للأندية المقامة حاليا في اليابان. وقال بلاتيني في مؤتمر صحفي بأنه يفضل دفع 50 مليون يورو لتطوير كرة القدم بدلا من تكنولوجيا خط المرمى التي ستكون مفيدة مرة أو مرتين فقط في العام الواحد. واعتبر قائد المنتخب الفرنسي السابق الذي كان دائما معارضا لفكرة تكنولوجيا خط المرمى بأنه إذا كان هناك حكم خلف المرمى وإذا كان على بعد متر واحد من خط المرمى ولديه نظارات جيدة فإمكانه مشاهدة الكرة إذا تخطت خط المرمى أم لا. وإلى عالم الكرة الصفراء، حيث كشف لاعب كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال بأنه سيعود إلى الملاعب للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة في أواخر حزيران الماضي من خلال المشاركة في دورة أبوظبي الاستعراضية آخر الشهر الحالي. وقال نادال بأنه يتطلع بشغف للعودة إلى الملاعب خلال بطولة أبوظبي في نهاية الشهر الحالي وبأنه سيكون سعيدا إذا ما فاز باللقب. هذا وغاب نادال عن الملاعب بسبب إصابة في ركبته اليسرى وسيشارك في دورة أبوظبي إلى جانب مواطنه ديفيد فيرر ونوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والعديد من الأسماء الكبيرة. من